بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في تكملة لهذا الكورس من هنا نبدأ التحصيلي. الآن موعدنا مع المحاضرة السادسة واللي هتكون مع جزء الهندسة، هنتناول فيها المثلث. مهارة المثلث هنتناولها من هذا الكتاب الهام من هنا نبدأ التحصيلي. مع السؤال الأول بيقول هنا: إذا كان المثلث ABC، هذا المثلث متطابق الضلعين، أوجد طول الضلع BC. إذا كان المثلث متطابق الضلعين، هذا الضلع بيطابق هذا الضلع، أعمل إيه؟ أعملهم مساواة وأقول هنا 2X ناقص 2 هيساوي X زائد 5، وبعدين أودي الإكس الجهة التانية بإشارة مخالفة تنطرح مع الإكس هذه، 2x ناقص x يدينا x، والسالب 2 تروح الجهة الثانية مع الخمسة بإشارة مخالفة، يبقى 5 زائد 2 يعطينا 7. هل كده اختار 7؟ طبعا خطأ، لأنه عايز طول الضلع BC. هنا BC اللي هو تحت هنا BC بيساوي 3 مضروبة في x ناقص 9. طبعا عارفين هنا إن الإكس جبناها بكام؟ ب7، يبقى 3 في 7 21، ونقص منها 9 هيعطينا 12، واختار دال. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل. يقول في الشكل المقابل الزاوية التي لها اكبر قياس، معطينا هنا مثلث ومرقم الزوايا، زاوية 1 وزاوية 2 وزاوية 3 وزاوية 4. يقول الزاوية التي لها اكبر قياس، انتوا عارفين طبعا ان هذه الزاوية الخارجية اللي هي زاوية كام؟ زاوية 4، اللي بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين هذول، يبقى كده 4 هي اكبر من 1 واكبر من ايه؟ من 2. يبقى كده احذف 1 واحذف 2 من الخيارات، ما اقدرش اختار واحدة منهم. باقي عندي 3، طبعا واضح ان زاوية 4 هذه هي زاوية منفرجة، وزاوية 3 هي المكملة لها، زاوية حادة. اذا اكبر زاوية عندي هتكون زاوية 4 الخارجة هذه، واختار دال. ننتقل للسؤال الثالث. بيقول هنا: المسلمة التي يمكن استخدامها لإثبات تطابق المثلثين هي، طبعا نشوف الرسم مع بعض. هنا في تساوي، وفي هنا الزاوية هذه قد الزاوية هذه، هنا 2 معطيات. ايه اللي عندي في المعطيات؟ زاوية في الاول مع زاوية في الثاني، زاوية الانجل اللي هي A. طيب وانا عندي هنا ضلع، هنا وهنا ضلع كمان في تساوي، يبقى هنا S. لازم 3 اشياء عشان اطبق المثلثين. طبعا انتوا عارفين ان الزاوية هذه والزاوية هذه بالتقابل بايه؟ بالتقابل بالرأس، يبقى كمان في زاوية، كمان في A. نخلي بالنا الضلع هذا غير محصور، يبقى انا عندي AAS يعني زاويتين وضلع غير محصور، وبكده يكون جيم هو الخيار الصحيح. مع سؤال آخر على تطابق المثلثات، بيقول هنا: ما الاختصار الذي لا ينتمي، نخلي بالنا لا ينتمي، إلى مجموعة الاختصارات في تطابق المثلثين؟ عارفين طبعا إن في SSS اللي هي تطابق 3 أضلاع في المثلث الأول مع 3 في المثلث الآخر، يبقى هنا هي دي حالة من حالات التطابق. وفي حالة أخرى اللي احنا أخذناها من شوية في السؤال اللي راح، اللي هو AAS اللي هي زاويتين وضلع غير محصور، وفي كمان زاويتين وضلع محصور اللي هي ASA. دول 3 حالات من حالات التطابق، لكن ما عندي SSA. يعني SSA يعني ضلعين وزاوية غير محصورة، هذه ليست حالة من حالات التطابق، عشان كده هختار ألف. مع سؤال آخر بيقول هنا: مركز المثلث هو نقطة تلاقي، بيسألني على مركز المثلث. أخذنا في أول ثانوي كيف أن أنا أحدد مركز المثلث. لو أنا عندي الآن مثلث كده، كيف أحدد المركز؟ أن أنا أجيب فعلا متوسط الضلع الأول اللي هو ده، وأجيب متوسط الضلع الثاني، القطعة المتوسطة اللي هي هذه، وأجيب المتوسط اللي هو الثالث اللي هو ده. النقطة هذه تسمى مركز المثلث، يبقى مركز المثلث هو تلاقي القطع المتوسطة في المثلث، واختار جيم. مع هذا السؤال الهام من تجميعات العام الماضي اللي هو 1439، بيقول هنا: إذا كان قياس زاويتين داخليتين في مثلث 40 درجة و110 درجة، فأي مما يلي لا يمكن، خلي بالنا لا يمكن أن يكون قياسا لزاوية خارجية لهذا المثلث. يفضل هنا استخدام استراتيجية رسم السؤال، ان انا ارسم مثلث اكتب هنا الزاوية 110 وهنا زاوية 40. طبعا لو دي 110 وده 40 كده 150، يبقى بقى لي كام؟ بقى لي زاوية 30. طبعا لو انا عملت اعتبرت هذه ان الزاوية الخارجية هتساوي مجموع الداخليتين،
يبقى هذه الزاوية تساوي كام؟ 70، لأنها تساوي 40 مع 30. لو مديت أنا الضلع ده بهذا الشكل يبقى دي زاوية خارجية أخرى، هتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين هذول 110 و40، يعني 150. لو مديت الضلع الثالث من هنا كده يبقى أنا عندي الزاوية هذه خارجية أخرى، هتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين هذول 110 و30، يعني 140. يعني الزاوية الخارجية ممكن تكون 70 أو 140 أو 150، لكن لا يمكن أن تكون أبدا كام؟ لا يمكن أن تكون 160، وبكده أختار ألف. مع سؤال آخر من التجميعات على مهارة المثلث، بيقول هنا أي من الأعداد الآتية لا يمكن أن يكون قيمة لإم؟ هو معطين هنا مثلث طول الضلع ده 5 وطول الضلع ده 11 وهنا طول الضلع إم، وعايز هنا طول لا يمكن أن يكون قيمة لإم. في طريقة سهلة هنا إن أنا أجمع الضلعين اللي معطى عندي، هنا بيقول هنا اجمع اطرح. يعني إيه اجمع اطرح؟ اجمع الضلعين اللي عندي واطرحهم. ال 11 و5 مجموعهم كام؟ مجموعهم 16. اطرح 11 من الخمسة يعطينا 6، يبقى الرينج او مدى الضلع الثالث في المنطقة دي ما بين 6 وال 16، يعني يكون اكبر من 6 واصغر من 16، يعني 15 ممكن ان تكون قيمة. هو خلي بالنا هو عايز هنا لا يمكن ان تكون، والعشرة بين الستة وبين الستاش يمكن أن تكون قيمة، والسبعة كمان يمكن أن تكون قيمة لإم، لكن اللي مش ممكن أن تكون إم بكام؟ بستة، وعشان كده أختار ألف. مع سؤال آخر على زوايا المثلث، بيقول هنا إذا كانت نسب زوايا مثلث على النحو التالي 3 إلى 4 إلى 5، ما نوع هذا المثلث؟ هل هو متطابق الزوايا ولا حد الزوايا ولا قائم الزاوية ولا منفرج الزاوية؟ طبعا لازم اجيب اول شيء الزوايا. اعمل طريقة سهلة كده واقول ان 3x زائد 4x زائد 5x كل دول بيساوي كام؟ بيساوي 180 مجموع زوايا المثلث. كام دول مجموعهم؟ 3 و4